الأستاذ اللواء محمود علام مدير عام النادي الأهلي. سيادة اللواء، أهلا، مساء الخير، ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك، الحمد لله. أنا لسه قايل من دقيقة واحدة إنه النادي الأهلي قرر التقدم أو بيفكر في التقدم بشكوى للمجلس العسكري ولمجلس الوزراء، يعني يشكو فيه لجنة تسيير الأعمال أو اتحاد كرة القدم بشأن عدم توقيع عقوبات حتى الآن على النادي المصري وعدم صدور أي قرارات بشأن ما جرى في بورسعيد. لو الحقيقة ما فيش قرار بكده، أو ما حصلتش مناقشة في هذا الموضوع يعني. فلغاية دلوقتي يعني الموقف ما فيش حاجة رسمية أو حتى التفكير في الكلام دوت يعني. احنا كله مركزين دلوقتي على موضوع قرار الاتهام يصدر من النيابه، وان لازم كل هيئه تاخد مسؤولياته سواء كانت اتحاد الكره او المجلس القومي. لكن احنا ما قررناش، او النادي قرر ان هو يتقدم باي شكاوى لاي حد. انا اتصلت بحضرتك لاني قريت في البدايه ما قيل في مواقع كثيره جدا، واعتقد انه الحقيقه دائما هتبقى عند حضرتك باعتبار حضرتك مدير عام النادي الاهلي. مواقع كثيره وصحف ايضا قالت ان النادي الاهلي سيتقدم بشكوى ضد مماطله اتحاد كره القدم. لا، ورسميا ما فيش حاجه يعني لغايه دلوقتي، ما حصلتش اي مناقشه بخصوص هذا الموضوع خالص. هل في تفكير في ذلك؟ والله ما فيش، لم يتطرق احد لهذا الموضوع سواء في مجلس الاداره اللي فات او في اي اجتماعات حصلت. واحنا عندنا مجلس اداره ان شاء الله يوم الثلاث. فده يعني للمجلس ان هو يناقش المواضيع دي، لكن ما فيش اي تفكير في هذا الموضوع. انا ما حصلش قدامي ان في اي تفكير او اي نيه لهذا الكلام. طب عظيم ان حضرتك توضح لنا ده، لكن اسمح لي حضرتك يعني اقفز الى نقطه اخرى. كان في اجتماع بين الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي وبين وزير الاسكان بشان ارض الشيخ زايد. وحصل اجتماع النهارده، كنا بناء على طلب النادي الاهلي من الكابتن حسن وقبل السيد وزير الاسكان، وحضر اجتماع المهندس الدكتور كابتن حسن والمهندس هشام سعيد. وده كان بخصوص ان كانت وزاره الاسكان كانت بتبحث جديه النادي الاهلي في انشاء المشروع، وان احنا تقدمنا بكل المستندات تثبت الجديه، وان احنا تقدمنا فعلا للحصول على التراخيص، وما فيش اي تاخير من جانب النادي الاهلي، والايام القادمه هتثبت ان هو النادي جاد في انشاء المشروع. وطلبنا من وزاره الاسكان تسهيل اجراءات النادي في الحصول على التراخيص وانهاء مشروع السور اللي هو بتقوم بيه وزاره الاسكان حوالين ارض النادي في الشيخ زايد. السور ده سيادة اللواء كان برضو موضوع لشكوى قدمت الى المجلس القومي للرياضه اللي احالها الى النيابه العامه. ده طبعا موضوع تفضلت مديريه الشباب والرياضه، بعتت لجنه يوم الخميس اللي فات، وطلع معاها مدير اداره هندسيه وعضو قانوني من لجنه قانونيه في النادي الاهلي، وطلعت اللجنه وعينت السور وطبقته بمواصفات السور القديم، وتاكدت من وجود السور، واخذت صور فوتوغرافيه وفيديو بالسور، وتاكدوا ان السور موجود وان ما فيش اهدار مال عام، وانه تم تنفيذه بواسطه وزاره الاسكان طبقا لمواصفات السور القديم، وان مفيش حاجه، مفيش اي مشكله، ومفيش اي اهدار للمال العام في موضوع السور. يعني هل كده انتهت التحقيقات ولا لسه في تحقيقات جاريه؟ لا، هي متحوله للنيابه، والنيابه لسه ما بعتتلناش، بس المديريه كانت بتتاكد، والمديريه بقى هي تعمل مذكره للمجلس القومي اللي هو احال الموضوع للنيابه عشان يقولوا لهم ان هم تسرعوا في هذا الموضوع بدون اجراء اي تحقيق. يعني الاحاله للنيابه سبقت المعاينه. بالظبط يا فندم. في جديد ست اللي هو يخص ملف الشهداء وصرف التعويضات ورحله العمره واي امور اخرى تتعلق باسر شهداء بورسعيد؟ والله هي الامور سائره بالطريق الطبيعي ومنتهى السلاسه، وكل اسر الشهداء بتقدم اللي ما قدموش اللي هي اعلام الوراثه، وبيتم صرف الشيكات ليهم الدفعه الاولى، وبيتم تجميع جوازات السفر للعمره، واول رحله عمره ستتم يوم 31 مارس ان شاء الله، وكل الاجراءات ماشيه في سلاسه ومفيش اي مشكله، وفي تعاون تام ما بين النادي واسر الشهداء في اي مطالب دي. شكرا سيادة اللواء محمود علام مدير عام النادي الأهلي. ومن ناحية أخرى